بكم مجددا. إذا الطيران التركيان لم يقتلا، ولكن ماذا تقول بقية الوثائق؟ على كل، قبل استعراض بقية الوثائق الخطيرة نعود لاستذكار قصة الطائرة التركية. دعونا نشاهد. في 22 يونيو من العام الحالي وفي تمام الساعة 11:42 أقلعت طائرة تركية من طراز F-4 من هنا، أي سنشاهد الآن الخارطة من تركيا. أقلعت هذه الطائرة في مهمة استطلاع وتدريب. طبعا هذا الخط الأحمر الذي يظهر مسار الطائرة منذ انطلاقها. بعد دقيقتين على إقلاعها، وهنا في هذه النقطة يظهر لنا الآن وتحديدا هنا مشاهدينا، يظهر أن الطائرة التركية انتهكت بالفعل السيادة السورية وطارت فوق المياه السورية عن طريق الخطأ كما أكد المسؤولون الأتراك، وكما يظهر هذا الجزء من الخط الأحمر قبل أن تصلح مسارها وتخرج في اتجاه المياه الدولية عند الساعة 11:47. أي أن اختراق الأجواء السورية تم خلال 3 دقائق فقط بحسب ما أظهرته حسابات للوقت والأميال البحرية المقطوعة. في هذه الأثناء مشاهدينا، أي في الدقائق الثلاثة التي تحدثنا عنها والتي اخترقت خلالها الطائرة التركية المجال الجوي السوري، رصدت إحدى القواعد الروسية البحرية المتمركزة في طرطوس، رصدت هذه الطائرة وأصدرت أوامر واضحة للقوات السورية البحرية بإطلاق صاروخ أرض جو وإسقاط الهدف على الفور في هذه النقطة التي كما يظهر لنا تقع خارج المياه الإقليمية السورية فوق الجزء الشرقي من البحر الأبيض المتوسط. يذكر أن الطائرة كانت تحمل على متنها طيارين لم يتبين لهما أثر فور بدء عمليات البحث عن بقايا حطام الطائرة وطاقمها، والتي يظهرها الخط الأبيض. طبعا هذا الخط الأبيض الذي تشاهدونه هنا هو مسار البحث الذي اتبعته السلطات التركية، إلى أن تم طبعا انتشال الجثتين من البحر في 5 يوليو من العام الحالي، يعني بعد حوالي 2 أسبوع من فقدانهما، بالإضافة إلى 30 قطعة تعود إلى الطائرة ولكن لم تحمل أثار لضربها بمضاد للطيران كما أكدت السلطات السورية. على كل، الآن مشاهدينا دعونا نعود إلى الوثائق مجددا، نشاهد معا هذه الوثيقة الجديدة المسربة إلينا أيضا، عليها ختم سري للغاية من القصر الجمهوري وأيضا جهاز الأمن. على كل، هذه الوثيقة تقول إلى كافة رؤساء أفرع المخابرات الخارجية، وثيقة سرية جديدة ترسل من مكتب رئيس الجمهورية. وفي هذه الوثيقة، وبناء على نصائح ومعلومات من القيادة الروسية بضرورة إحراج الدولة التركية بعد أن ثبت دعمها للجيش الحر، يأمر الرئيس الأسد، دعونا نستمع إلى أوامر الرئيس الأسد. والأمر الأول أن يتم التخلص من الأسيرين الموجودين لدى فرع العمليات بطريقة طبيعية وإرجاعهما إلى مكان سقوط الطائرة في المياه الدولية. إذن هذه النقطة الأساسية بأنه سيتم تصفية الأسيرين. دكتور حسان، أعود إليك للحديث حول هذه النقطة، يعني بداية ماذا نعني بالطريقة الطبيعية؟ لا شك الكلام عن الطريقة الطبيعية هو المقصود منه أن يتم تصفية الطيارين بطريقة مماثلة بحال لو أنهما سقطا من الطائرة التركية ثم تم وفاتهما في داخل البحر بعد سقوط الطائرة نتيجة الأجواء المحيطة بعملية التفجير، من خلال إيجاد بيئة مماثلة أثناء عملية التصفية. كيف إعادتهم لنفس المكان؟ من الممكن أن نتكلم عن إعادة لنفس المكان، من الممكن أن نتكلم لو أن تم الدفع بهما إلى حزب الله أن يقوم بالقضاء عليهما على قبل الشواطئ اللبنانية، لأن الشواطئ مشتركة في طبيعة المياه المالحة، في طبيعة البيئة والأجواء والمناخية موحدة في هذه القضية، أو أنهم في حال بقوا في داخل عند الاستخبارات السورية فإنه تم القضاء عليهما في نفس المنطقة التي تمت عملية الانتشال منها، مع وضعهم في ضمن نفس الظروف التي أحاطت بعملية السقوط. وهل يعقل أن تركيا لم تنتبه إلى ذلك، لم يتم تشريح الجثث؟ لنتكلم من الناحية الواقعية والعلمية، لا يمكن لذلك أن يتم نهائيا. لا شك أن هناك طب تشريحي، هناك طب جنائي قادر على معرفة هذه الأمور،
على تحديد زمن الوفاة، على تحديد آلية الوفاة، عملية السقوط من عدمها، متى تمت الوفاة بالساعة وبالدقيقة. هذا ما يضع تركيا أمام إحراج حقيقة، إحراج دولي، على أنها لا تتوازى ردة فعلها في هذه القضية مع التصريحات التي كانت تطلقها الحكومة التركية. لا شك أن الحكومة التركية قدمت الكثير للثورة السورية، لكن في هذه النقطة لم تقدم الكثير بالنسبة لسيادتها ولكرامتها.